حاليا كنصور مسلسل لرمضان اللي غادي يدوز في القناه الثانيه اللي سميتو حنان. لا كنتمنى انني نشارك في سيت كوم لانه كنستطع على شي حاجه سميتها الكوميديا، وفي المسرح كندير بزاف ديال الادوار الكوميديه، مي دابا كندير ادوار دراميه، ولكن بعض المرات تكون شي لمحه كوميديا. ما عنديش نتمنى انني نلعب في سيت كوم. على هي تجربة زوينة مع فاطمة زراوة قنبوع في الوجه الآخر، تجربة إنسانية، تجربة اللي عشنا بها بزاف المواقف الرومانسية، واللي خلات الناس يعني بقوة أن التفاهم اللي كان بيناتنا خلات الناس أننا قرابين لبعضياتنا ويقولوا علينا شي حوايج بزاف. ما عندي ما نقول. دابا يلاه كنتسالمو مسوش الحب الحب الحب. كنتمنى ان الخلافات والصراعات ما تبقاش لان ماشي مهمه وكتدير غير طاقات ماشي مزيانه. فحنا فنانه كان الفن هو شي حاجه اللي راقيه، هو شي حاجه اللي هي تفاهم الاخر، تفاهم المجتمع، تفاهم النفسيات. يعني الخلافات كنتمنى انها ما تبقاش بزاف، حيت ماشي ضروريه اننا اصلا نهضروا على البنادم ولا ماشي هو المهم، خصنا نهضروا على خدمتنا، نهضروا على حوايج اللي واقعين في العالم. فكنتمنى انها ما تبقاش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.